فيلم بيلي. تبدأ قصة الفيلم بسنة 1950 بالبرازيل، وبهذا الوقت كانت اكو لعبة بين الأرغواي والبرازيل وهم دا يلعبون على النهائي، او كل الجماهير دا ينتظرون النتيجة النهائية فارغ الصبر. وبهذا الوقت النتيجة كانت 1-1، اما الاطفال فكانوا يشاهدون المباراة من فوق سطح القهوة لان هم ما عندهم فلوس يدفعوها الحضور المباراة. وبالدقيقة الاخيرة الأرغواي يسجلون هدف، والحزن كان مبين على كل الجماهير البرازيلية، وتنتهي المباراة بفوز الأرغواي بهدفين مقابل هدف واحد، وهنا تفوز الأرغواي بكأس العالم لسنة 1950. وبهذا الوقت نتعرف على طفل اسمه ديغو، وهو يقول الأبو أنا راح أفوز بكأس العالم وهذا وعد من عندي. وأبوه ابتسم إله وقال له أنا ينتظر هذا اليوم. وبثاني يوم ديغو كان ويا أمه اللي تشتغل خدامة بالبيوت، بعدها أمه راحت تشتغل بغير غرفة، فإجا ابن مالكة هذا البيت اللي اسمه خوسيه ويا أصدقائه، وهو يقول الأصدقاء أنا أريد أصير لاعب محترف مثل فالنتينو مازولا الإيطالي. وديغو قال له أنا أريد أصير نفس بيلي. وخوسيه سأله منه بيلي، فقال له حارس مرمى المنتخب البرازيلي. وخوسيه قال له اسمه بالي مو بيلي، وبقى يستهزئ به لأن أمه خدامة ويقول له أنت شنو اللي معرفك بكرة القدم. لكن ديغو ما تحمل الإهانة وضرب الكرة على خوسيه. بعدها جت أمه واعتذرت من خوسيه حتى ما تصير لهم مشاكل. وبهاي الأثناء يسمعهم دا يحكون عن شخص يبحث عن مواهب، وهذا الشخص اسمه فلاديمير، وهو يدور على شخص يلعب باحتراف حتى يدخله فريق سانتوس البرازيلي. وبالفعل ديغو راح عليه هو وأصدقائه واشتركوا فريق، وقدروا يفوزون بكل اللعبات اللي واجهتهم. بس للأسف الكل يضحكون عليهم لأن هم ما عندهم فلوس يشترون أحذية. بس هنا ديغو الملقب ببيلي فكر إنه يسرقون أكياس طحين فارغة ويبيعوهن، وبالفلوس اللي تجيهم يشترون أحذية. وبالفعل راحوا وسرقوا الأكياس. ولما وصلوا للنهائيات كانت المباراة بين فريق بيلي وفريق خوسيه، والكل كان يستهزئ بيهم لأن هم حفاي ومن ضمنهم خوسيه وفريقه. بس فجأة جاهم صديقهم وهو جايب لهم الأحذية، لكن للأسف الأحذية ما كانت على قياسهم. أو لما علنوا المباراة قالوا فريق خوسيه ضد فريق بيلي، والجمهور بدأوا يضحكون على اسم بيلي، لكن ديغو ما اهتم أو قال لهم هذا لقبي بدال اسم ديغو. وبهاي الأثناء فلاديمير كان موجود حتى يختار اللاعب الموهوب بيهم، ويشوف إنه خوسيه كان يلعب بكل مهارة، أما بيلي وأصدقائه فهم كانوا متقيدين باللعب، وهذا الشيء بسبب الأحذية الكبيرة اللي هم لابسيها. والناس كلها كانت تضحك على بيلي لأنه ما يقدر يتحكم بالكرة، بس أبوه كان واثق إنه بيلي راح يلعب بمهارته الحقيقية. وبعد مرور دقائق بسيطة نزع الحذاء وبدأ يلعب بمهارته واحترافه، وبقى يتذكر كل مهارة تعلمها من اللعب بالشوارع، وفعلا طلعت إمكانيته الكروية المخفية وسجل أول هدف إله. وأصدقائه كلهم صار لهم دافع إنه ينزعون الأحذية ويلعبون وما يهتمون للناس، وبدأوا يلعبون بمهاراتهم وبدون تصنع. وبمرور وقت جدا بسيط جابوا الهدف الثاني، وبعد الهدف الثالث وانتقل للرابع، وبالدقيقة الأخيرة بيلي سجل الهدف الخامس. لكن للأسف الحكم يطلق صافرة النهاية وتخلص المباراة بخسارة فريق بيلي بست أهداف مقابل 5 أهداف، وكل المتفرجين كانوا يهتفون البيلي رغم خسارته. بس هاي أول مرة بيلي يفرح ويرفع رأس أبوه، وأيضا أبوه كان فرحان ومفتخر بيه. بهاي الأثناء أبو بيلي أخذ كرت من فلاديمير حتى يجيب بيلي الاختبار فريق سانتوس، لكن فجأة أصحاب الأكياس شافوهم وبقوا يركضون وراهم. وديكو وصديقه دخلوا الحفرة وختلوا بيها، بس للأسف الدنيا كانت تمطر وصار انهيار بالحفرة اللي كانوا بيها، وبسرعة بيلي طلع من عدها، بس صعب انحبس بداخل الحفرة. وبيلي حاول يطلع صديقه لكن للأسف ما قدر. ولما وصلوا العمال وطلعوا لقوا صديق بيلي ميت، وبيلي حزن على موت صديقه وحس بالذنب، فقرر انه يعتزل لعب كرة القدم. وراح لأمه وقال لها أنا تسببت بموت صديقي، ولهذا السبب أنا بعد ما ألعب وراح أهتم بدراستي وأشتغل ويا أبويا. وفعلا التزم بهذا الشيء وراح يشتغل ويا أبوه عامل نظافة بالمستشفى، وتخلى عن موهبته ومهارته الكروية. وهو ما كان يحكي ويا أحد واعتزل الناس كلها، وأبوه كان يقول له أنا من كنت صغير كنت أتعلم كرة القدم بالمانجا ومن خلالها أتعلم التوازن. وبقى يشجع بيلي حتى يستعيد موهبته ويرجع يلعب من جديد. وبالفعل بيلي اقتنع ويبدأ يلعب ويا أبوه يوميا، ويوم بعد يوم بيلي يكتسب مهارة جديدة ومستواه يتطور أكثر وأكثر. ومرت أيام طويلة وبيلي باقي يتدرب بالمانجا، وكبر بيه العمر وهو باقي يلعب ويا أبوه بعد الشغل. وهنا أم بيلي شافت ابنها فرحان بده يسويه، فراحت وجابت كرت فلاديمير اللي احتفظوا بيه لمدة 7 سنوات، وراحت على فلاديمير وحكت وياه بموضوع ابنهم. ولما رجع للبيت لقى فلاديمير ينتظره وقال له شنو رأيك تجي الاختبارات فريق سانتوس. وهنا بيلي أيقن أن أمه هي اللي حكت ويا فلاديمير، لأن أمه عرفت أنه سعادته هي بالشي اللي يحبه. بعدها سلم على أهله واتخذ أول خطوة بتحقيق حلمه، ودخل أول اختبارات إله، وبالفعل نجح بهن كلهن والتحق فريق سانتوس للشباب. بس بيلي حس انه هو ما يعرف يلعب حسب توجيهات المدرب الجديد، لانه بيلي
ملتزم بطريقة يلعب بيها، والمدرب يعتبر هاي الطريقة غلط، فبيلي حس بالإحباط والفشل وحس انه مستواه نزل اقل من المطلوب. بعدها قرر يترك الفريق ويرجع لأهله ويترك هذا الحلم اللي دا يحلم بيه. لكن فلاديمير شافه ولحق المحطة القطار وسأله وقال له ليش تركت الفريق ورحت. فبيلي يقول له انه المدرب يشوف لعبي غلط ويقول لي انت دا تلعب بطريقة تقليدية. فهنا فلاديمير يقول له الموضوع هو من القرن 16، وبيلي ما فهم قصده فقال له شنو تقصد. وفلاديمير بدا يشرح له ويقول له ان البرتغاليين من وصلوا البرازيل كانوا وياهم عبيد أفارقة، وهم كانوا يهربون حتى ينقذون نفسهم، فاخترعوا اسلوب دفاع سموه بالجنكا. وبعدها الجنكا تطورت ودخلت بكرة القدم. بس بعد هزيمة 1950 كل المدربين ابتعدوا عن هاي الطريقة واتبعوا الطريقة الأوروبية الحديثة، وهذا اللي دي يسوي المدرب مالتك. لكن فلاديمير يقول له أنا مؤمن بيك ومتأكد انه انت عندك قوة اسلافنا القديمين بالجنكا، وأنا يعرف انت لحد الآن محتفظ بهاي القوة، وانت لازم تؤمن بيها ولازم تؤمن بنفسك وقدراتك، وإذا ما تقدر تؤمن بنفسك فالقطار من يجي اصعد وارجع لأهلك. لكن بيلي فكر زين وتراجع عن قراره ورجع للفريق، بس هو كان حاير بين طريقته التقليدية وبين طريقة اللعب الأوروبي. فهنا وقع بالأرض وتذكر من كان أبوه يتدرب وياه، أو أول ما وقف عرف هو شنو اللي راح يختاره وحس روحه راح ينطلق باللعب، فبدأ يشجع بنفسه ويقول بينه وبين نفسه هذا أني وهاي قوتي، وأقدر ألعب وأقدر أفوز، وأني مؤمن بالقوة اللي أملكها لأنه أني بيلي. وبانطلاقة واحدة قدر يسجل هدف، بس فجأة المدرب صاح له وقال له شنو هذا اللي دسويه. فبيلي رد عليه وقال له أني آسف، والمدرب قال له لا تتأسف كمل لعبك وشوفني الفوز. وهنا بيلي قدر يؤمن بموهبته أكثر ويسجل 4 أهداف بمباراة واحدة. وبمرور السنين بيلي يتطور أكثر وأكثر وصار الهداف الأساسي الفريق سانتوس، وكل هذا كان عمره 16 سنة. وبأحد الأيام راح يقضي الإجازة ويا أهله، وثاني يوم هو اليوم المحدد الإعلان الموافقة عليهم بالمنتخب لأنه هو راح يصعد المستويات أعلى. فبيلي يقول لهم أنا صعب يختاروني لأنه أنا عمري 16 سنة وهذا شيء مستحيل. بس فجأة يسمعون خبر والمذيع يقول تم اختيار أصغر لاعب بالمنتخب واللي عمره 19 سنة وهو اسمه مازولا. وبيلي يحزن لأنه ما حد اختاره، لكن بعدها المذيع يعتذر ويقول أصغر لاعب تم اختياره هو ديكو صاحب 16 سنة والملقب باسم بيلي. وبيلي من الصدمة ما تحرك وبقى ساكت، وأهله فرحوا بيه كل شهواية. بعدها قدر ينضم المنتخب بلده وسافر حتى يحضر المؤتمر الصحفي، وهنا قابل مازولا واللي هو نفسي تخوسيه اللي كان يضحك عليه من كانوا صغار. لكن أثناء المؤتمر سألوا أحد اللاعبين وقالوا له راح تلعبون بأسلوب الجنكا لو بأسلوب ثاني، بس بيلي رد عليهم وقال لهم أسلوب الجنكا علمنا شلون نلعب ومو من حق أحد يستهزئ بي. فالمدرب سحب المايك من عنده ورد عليهم وقال لهم ما حد راح يلعب بطريقة الشوارع، وإحنا راح نلعب بالطرق المتحضرة الأوروبية. وهنا المدرب أخذ بيلي لوحدهم وقال له يا بيلي ممكن طريقة الجنكا نجحت وياك بسانتوس، لكن لعب المنتخب البرازيلي مختلف جذريا فأنصحك ما تستخدمها. وهنا كان أكو اختبار أخير لتحديد اللاعبين الأساس وضروري إنه يلعبون حتى يقيسون مدى أهميتهم بالفريق، بس بيلي كان يلعب بشكل سيء جدا وما كان يسمع كلام المدرب ولا يتبع الطريقة اللي يريدها. وبيلي كان يشك بقدراته وبنفسه وهو كان متوتر جدا وما يعرف شلون يلعب. بس فجأة انضرب برجله وصارت له إصابة قوية وحس إنه مستقبل الكروي ضاع وراح ينتهي. بعدها اتصل بأهله وقال لهم أنا آسف لأنه أنا تركت الدراسة ولعبت كرة القدم، ويقول لهم أنا اعتذر من عندكم لأنه رجلي انصابت وإصابتي قوية وأعتقد بسبب هاي الإصابة راح تنتهي مسيرتي الكروية. لكن أم بيلي شجعته وقوته وقالت له أنا وياك للأبد وراح أساندك مهما صار ومهما راح يصير. وبعد مرور وقت جدا بسيط بدت مباريات كأس العالم والسويد فازت على المكسيك، أما بمباراة البرازيل وإنجلترا فانصابوا 3 لاعبين من المنتخب البرازيلي. وهنا المدرب كان ما عنده أي حل ثاني غير إنه يدخل بيلي حتى لو إصابته ما تحسنت، وقرر إنه يدخل بيلي وهو مصاب، وكانت المباراة ضمن الاتحاد السوفيتي. وبيلي كان تايه حرفيا وما دا يعرف شنو اللي يسويه، والإصابة اللي برجله منعته إنه يلعب بشكل جيد، وهو كانت أفكاره متشتتة. ويعرفون إن مباراتهم الجاية هي ضد فرنسا، وبالشوط الأول خسروا المباراة وإنجلترا تفوقت عليهم بهدف. وباستراحة الشوط الأول بيلي قابل خوسيه وخوسيه قال له أنت الوحيد اللي تقدر تفوزنا يا بيلي، والوحيد اللي يقدر يغير نتيجة اللعبة بلمسة واحدة من عندك، ونصيحة أقدمها إليك أؤمن بنفسك وأؤمن بطريقة الجنكا. وفعلا اقتنع بكلامه وراح نزل للملعب وقدر يسيطر على خوفه ويرجع يلعب باحتراف عالي جدا. وبانطلاقة واحدة يعبر الدفاع ويسجل أول هدف للمنتخب البرازيلي، وراها شجع وقوة أكثر، وأيضا يعبر المدافعين ويسجل الهدف الثاني، والأمر صار جدا بسيط عليه وسجل الهدف الثالث والأخير، وانتهت المباراة وفوز البرازيل
3 أهداف مقابل هدف واحد، وبيلي هو اللي سجل 3 أهداف، وبقى بيلي يكتسح الفرق كلها لحد ما وصلوا للنهائي، واللي كان ضدهم هم المنتخب السويدي واللي كان أقوى فريق بالبطولة. أو أبو بيلي كان يحكي ويا بيلي ويقول له كنت أشوف لعباتك الأخيرة وعرفت هي هاي الثقة اللي أريدها من عندك، وأنت لازم تخلي موهبتك وتجنك براسك حتى تحققون الفوز بالبطولة. وبثاني يوم بيلي حكى ويا أصدقائه وقال لهم راح نروح نلعب بالكرة لحد ما نوصل المنارة بس على طريقة الجنكا، وكل واحد يلعب بمهارته ويحتفظ بيها. فهنا أصدقاء تحمسوا هواية وطلعوا مهاراتهم اللي دا يلعبون بيها، والمدرب كان يشوفهم شقد فرحانين بطريقتهم البرازيلية التقليدية، وبقى يفكر باللي دا يصير. ولما يجي يوم جديد حكى وياهم وقال لهم قدامنا طريقتين، الطريقة الأولى وهي طريقتي، وإذا لعبنا بيها فشي أكيد راح نخسر، أما الطريقة الثانية فهي طريقتكم، وإذا لعبنا بيها فشي أكيد راح نفوز. وبيلي وأصدقائه عرفوا أن المدرب أخيرا اقتنع بطريقة الجنكا. ولما يجي يوم المباراة كل الناس اتجمعوا على مود يشوفون المباراة المصيرية للبرازيل، والجمهور البرازيلي لبسوا اللون الأزرق لأن هم ضيوف على المنتخب السويد. ولما بدت المباراة السويد جابوا الهدف الأول إلهم، لكن بعدها بيلي باوع على الجمهور وعرفوا أن هم قليلين جدا، بس رغم هاي القلة هم كانوا يريدون يفرحون فوزهم على السويد، أو عرف أنه أهله وأصدقائه كلهم منتظرين بيلي يرجع هو فايز. وبثواني قليلة بيلي يتغير ويظهر سر الجنكا اللي يمتلكه ويهجم بهجمة خطيرة جدا ويوصل لحد المرمى ويسجل الهدف الأول للبرازيل، وقدروا يجيبون أول هدف تعادل ويا أقوى منتخب بالبطولة، والفريق شجع بهذا الهدف وسجلوا الهدف الثاني، والفرحة صارت في البرازيل فرحة عارمة وما كانوا متوقعين هذا الشيء، وفرحتهم كانت ما تنوصف بسبب أولادهم اللي كانوا يلعبون بمهاراتهم القديمة. ولما لعبوا بمهاراتهم التقليدية ابتسموا البعض لأن هم حسوا بحرية تامة. أما والد بيلي فكان يشوف الناس اللي حواليه شون فرحانين فوز منتخبهم، وكان أكو رجال شايب يبكي من الفرحة، وهنا والد بيلي حس بالفخر بابنه. وبعدها بيلي سجل الهدف الثالث أو قدروا يسجلون الرابع، وهنا اجى الهدف القتالي الخامس والأخير، وانتهت المباراة وفوز البرازيل بخمس أهداف مقابل 2 وهم أخذوا كأس العالم. وبيلي أغمى عليه من الفرح، والشعب البرازيلي نزل بالملعب يحتفل بأول كأس عالم يفوزون به، والأسطورة بيلي كان أصغر لاعب منتخب ببلده، وكل الشعب البرازيلي كان فخور به وبمهاراته. وبمرور السنين بيلي فاز بثلاث نهائيات كأس العالم، فاز بسنة 1958 وبسنة 1962 وأيضا بسنة 1970، وبوقتها بيلي كان أسطورة البرازيل الكرة القدم. قصة الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية، حتى الأهداف اللي تم عرضها بالفيلم انعرضت بالطريقة الحقيقية. هذا حسابي على الانستغرام، تابعوني وارسلوا لي أي فيلم يعجبكم، وشي أكيد رح أفرح كل شهواية باقتراحاتكم. ولهنانة تكون نهاية الفيلم.